كل واحد فينا في فترة من حياته يبني علاقة ويحاول يختار الشخص المناسب ليه، لكن مش العلاقات هذه الكل تنجح، ونسبة كبيرة منهم يوليو ديزيكس، ولا بلغتنا احنا المرحوم المرحومة القديمة وغيرهم. وفما ديزيكس اللي خليه ذكرى باهية وتوفى العلاقة بطريقة متحضرة، وفما أنواع أخرى من مخلوقات هذه اللي خليك تكره حاجة اسمها علاقة حب. اليوم حابين نعرفه، زعما يقعد التونسي على علاقة مع الاكس متاعه ولا لا؟ ما عادش هاي مازال لا هاي هما برشا اون كونتاكت مع الكل. لا انا ديجا من صاحبت الجمله هي. واخر مره حكيتوا فيها وقت عام ونص تالي كي. ما عنديش اربع ايام وجدتها مريضه، سالت عليها قلت لها ان شاء الله لاباس. اما اللي صاحبت ما عادش اون كونتاكت انا وياها. البارح عامين التالي البارح برك. واخر حاجه حكيتوها معنا شنو؟ قلنا نقعد اصحاب وكا، ومعنيه باش ما نخسرش بعضنا بور، معنيه ديفينيتيف مو فهمت. وبعد ما عرفنا اللي فما نسبه مهمه من التوانسه مازالوا على علاقه مع ليزيكس متاعهم، حبينا نزيدو نتاكدوا ويكلموا ليزيكس متاعهم قدامنا. مخاطبك مشغول. وين ما تقابلوش؟ وين انا في الشارع باهي كان خرجه تكلمني باهي توحشتك خالد باهي. اسكو تقبل انك تاو تشويت تكلم واحده من لي زيكس نتاعك باش تاكد لنا الكلام نتاعك؟ في الشارع اوكي. ما نبطاش ابار ابار مش ما نبطاش. كلمتك نسال عليك نسالك عليك الخير يا عايش. ما توحشتنيش ولا ضربات؟ باهي انا بعدك كهو ما زدتش. علاش؟ من بس اللي هي تكون حطته في بولس جلس او حاجه بقى تحت الجريه نسيته اوريك دا تكون انا قاعد تبرر لها انت خاطر ما زدتش. اي سنت كبيس وسي نجم تقابلو حاجتي بيك فيتي ما صدقها بير تحت منك لا يمكن الاتصال برقم مخاطبك في الوقت الحالي. الو توحشتك راني على الاخ. وين طلبتك السباح؟ امي طلبتني السباح. ليه ولا امي؟ اقسم بالله انت مخك دركي فيهاش. شنو تقول لها انت؟ نقول لها نحبك. طبعا عندك شكون في حياتك ولا ايه؟ اي وتحب الاكس نتاعك؟ نحب الاكس تاعي. وانتي طبعا عندك شكون في حياتك؟ عندي شكون في حياتك. وتحب الاكس نتاعك؟ عندي الاكس تاعي نحب. قولوا لانني لازلت